هذا سائل يقول: كيف يوجه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان ومسائله؟ قال: ويعذر بالجهل في الفروع والأصول كما عذر كثير من المسلمين من صدر الإسلام إلى هذا الزمان في مسائل الاعتقاد والشرع. يا أخوان، لا تقطعون الكلام بعض عن بعض، تأخذون من كلام شيخ الإسلام من وسطه ولا من أوله ولا استكملوا السياق، وشو فيه، لماذا ساقه الشيخ، أو تجي على عرض الكلام وتقطع منه تقول قال الشيخ كذا وكذا مثل ما يفعل بعض أهل الأهواء، هذا ما يجوز. نعم.